دكتور إبراهيم الشيخي بسألك سؤال. شاعر افتقدته المحاورة وافتقده إبراهيم الشيخي على الصعيد الشخصي وما زال موجود على قيد الحياة، يعني ما أخذ الله أمانته لكن افتقده الشعر بشكل عام. أذكر لك اثنين، في العرض وفي المحاورة. في المحاورة زميلنا وأخونا الشاعر الكبير زيد بن سلمي، أنا مبطي ما لعبت معه، وأنا أطرب لأبو ممدوح. وما في العرضة في صديقي وأستاذي الأضخم والأفخم الدكتور عبد الواحد، ومن سنة تقريبا انقطع عن العرضة وافتقد تواجد، لأني أنا مشواري معه 23 سنة متلازمين مثل الأخوين وأكثر. يعني دكتور إبراهيم، هل الدراسة والعمل أخذت الدكتور إبراهيم عن معجبين ومحبين في ساحة المحاورة وشعر العرضة؟ الدراسة قد يكون في فترة معينة، بس أنا خلصت من الدراسة لأكثر من سنتين الآن. اللي أخذني أني مثل معدد، شفت معددين فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فأنا ما قدرت أعدل بين العرضة والمحاورة، لازم واحدة تجور على الثانية. فترة من الفترات كنت متجه للمحاورة أكثر من العرضة، وبعدين لاموا علي ربعنا ورحت للعرضة وتركت المحاورة شوي، وعودوا هالمحاورة يقولون عودنا، والعدد اللي وين نروح له؟ عز الله إنك أسد في المحاورة وفي العرضة. دكتور إبراهيم 25 سنة في ميادين المحاورة والنظم والعرضة، أصعب مواجهة مرت على الدكتور إبراهيم في ميادينه؟ في المحاورة أصعب ما مر علي يوم واجهة رشيد الزلامي، الله يغفر له ويرحمه. رشيد الزلامي بواردي، يعني يا تتقي منه يا الله يعينك يعني، ولهيبة رشيد لهيبة الله يغفر له ويرحمه. وفي العرضة يوم واجهت عيضة بن طير بعد الله يرحمهم جميع، يعني هذه من المواقف الصعبة اللي يعني أعصابي كلها انشدت. الله يرحم الميت ويبقي الحي. على طاري الشاعر الكبير رشيد الزلامي رحمة الله عليه، مواجهاتك عنيفة جدا معه، وش تذكر منها؟ أنا ما أعتبرها مواجهات، أعتبر أنها حصص دراسية للأمانة. رشيد الزلامي الله يغفر له قد جينا في ساجر مرة، وهو اليوم الثاني عندهم شان هنا خصهم في الحوية، وهو جاي مبر والشعار واجد، وجاء بين اثنين من الشعراء نزول في المحاورة وتضايق، وقال المعزب عن إذنك أبروح، قال ما بعد شبعنا منك يا أبو جميل، خذ لقاف مع الزهراني. جلس مثل المغصوب كذا، قال غير. قلت أشوف الزلامي حيل زعلان ولازم يسري الزعلان راضي، لو ان ديرت عتيبة حول زهران وسط بينهم للحكم قاضي. الله الله، قال هو مزعلني كلام فلان وفلان، طبعا البيتين جابها سوا والله، مزعلني كلام فلان وفلان رضعته في الذهاب وفي المقاضي، لكن كرمكم الله يا أهل الشان أنا عندي شغل ماني فاضي. الله الله الله. صار في لقاء تلفزيوني قالوا الرشيد الزلامي من الشاعر اللي تشهد له بالشاعرية، فقال إبراهيم الشيخي، وأبو عزام شاعر ورشيد ما يزيد السمن إلا عسل. فبعدها حصل محاورة عنيفة مع حبيب العازمي محافظ محافظة الكامل، وش يقول يا أبو عزام؟ أولا الله يمسيه فيصل بالخير، والله أنه فاقدينه وفقده كبير فعلا. يعني حبيب من الناس اللي عندهم صنعة في الشعر ما كلنا يجيدها، يجيك بالكلمة الزينة الذربة الحلوة والمزحة اللي تسر خاطرك ولا تزعلك، هذا حبيب. ثم في ميزة بعد ما هي في الشعار من يوم خلقهم الله لين أظن يبعثهم الله، حبيب إذا شاف خصمه ما هو بقوي ما يضغط عليه، احنا كلنا يا شعار الله شفنا الخصم قوي نعطيه لين يصلى الا حبيب. اي والله، وهذا خصله طيبه اسال الله ان يوفقه. هذه يقول انا اقول سلام والدعوه اللي جاتني من رشيد، ورشيد اللي دعاني في زواج ابن اخي، بديتها عن جميع الناس بديتها. وش قال حبيب؟ شوف الاستغلال وشوف الشعر، قال يا مرحبا وانت ما سويت شيء جديد، اللي اعطاها رشيد العام رديتها. الله الله. الدوار وبنادم ضعيف تشتكي عينه من الشوكة اللي بقدمه، وانبغى الرجال يطلع من الدنيا خفيف يمسك ذراعه ويحبس لسانه في فمه. الله 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 الله. يعيفك في بعض المحافل هزيل عظام، وش يقول يا أبو عزام؟ يعيفك في بعض المحافل هزيل عظام، هزيل انت خاسر فيه سكين تذكاته،
وعز الله انك سكوتي عن الجاهل يطول حياتي عام ولا اخسر حياتي كلها في مجارات. عز الله انك يوم جنبت ما تلام غياب يطول ولا حضور بعثراته. النظم انا ما اعتبر نفسي شاعر نظم، لكن احيانا تدب معي كذا ابيات مثلا يقول اشهد ان لا تقتلون ابداعكم بالرتابه وحضور يتكرر بنفس الوتيره لاصبح حضورك والغياب يتشابه اترك مجال الشعر من باب خيره الشعر فرصه مثل ظل السحابه يصبح بديره ثم يمسي بديره اما تلبي دعوته باستجابه ولا تراها الاوله والاخيره واللي كتب من غير دافع كتابه البرق عنده والمطال عند غيره. الله اكبر الله اكبر. ابو هدال شاعر افتقدت المحاورة وافتقده أبو هدال على الصعيد الشخصي وما زال موجود على قيد الحياة، من هو؟ الشاعر الكبير عبد الله العلاوة. نعم بابو ياسر. أبو هدال 25 سنة في ميادين المحاورة، عسى ربي يطول في عمرك. أعنف مواجهة مرت على أبو هدال؟ والله يا أخوي غازي ميادين المحاورة مواجهة فرساء، اليوم واحد يفترسك وبكرة تفترسه وسجال واللعب مع الشعراء العمالقة اللي أكبر مني سناً وأكثر مني خبرة أكيد كان معاناة بالنسبة لي. وأنا أذكر على سبيل المثل يعني ما أحدد الشاعر الكبير العظيم رشيد الزلامي رحمة الله عليه، ابن عتقام في وسط البحر والبحر جذر ومد وجائب له حصاة من جبال سليم شايلها أشوفه مر أنه مسرع وقال لنا سلام وصد علي من حزامي ما يروح لين يأكلها. الله يرحمه جميل ويتجاوز عنه إن شاء الله. وش قلت لي على الرأس يا من تمزلزلها؟ الدفاع دفاع الخايف. أبو هدال بيت مر عليك في ميدان المحاورة ورديت عليه، بس يوم أنك طلعت من المحاورة والملعبة حسيت أنك ما أشفيت غليلك في الرد على هذا البيت، من هو القائل وذكرنا بالبيت؟ يا كثر البيوت يا غازي، بيوت واجد مشعار واجد، لكن خلينا نذكر المتوفين رحمة الله عليهم لعل إن شاء الله إن المتابعينك يستشهدون لهم ويلحقونهم بدعوة رحمة بإذن الله. الشاعر الكبير العملاق صياف السحيبي رحمة الله عليه، أقول تقابلت مع صياف صدفة بلا ميعاد وأنا بنتهزها وأخذ أخبار صياف، قابلت مع صياف كأنك ولد عواد تبى تقضي المشوار وتروح متعب. الله يرحمه الله يرحمه. وش غير تذكر بعد يا ابو هدال؟ كثير والله، يعني لما تلعب مع عوض الله ابو مشعاب، مع مصلح بن عياد، مع حبيب العازمي، مع رشيد رحمه الله عليه، مع الشعار اللي اكبر مني، الشعار اللي اكبر مني، انا اعتبر الشعار اللي اكبر منا قدرا وخبره وسنا اساتذه، فاكيد يعني لو بعد لك الان كل الشعار اللي قبلت هذولي الله يغفر لهم بس. الله يغفر للجميع. لو قالوا اختار يا ابو هدال مكان الملعبة وثلاثة شعراء معك في الملعبة، فأنت بتختار المكان ومنهم الشعار؟ والله يا غازي زملائي كلهم غالين علي، كل زملائي غالين علي، ودي اني اجمعهم كلهم في حفلة واحدة. نبي الاجابة يا ابو هدال. الاجابة اني اختار الطائف وزملائي. ليش؟ الطائف من الجاهلية، من أيام النابغة الدبياني وهي مقر تحكيم، فالطائف سبحان الله بدون قصور في باقي مناطق مملكتنا الحبيبة، الطائف ما زالوا يحتفظون برونق التدقيق في الأبيات والتدقيق في كاريزما الشاعر والتدقيق في القث والسمين. طيب منهم الشعراء يا ابو هدال؟ ندري أنه ودك تختار الجميع لكن نبي ثلاثة. عبد الله عتقان وعبد الله عتقان وعبد الله عتقان. طارق الأول، صحيح إن حضورك يفرق بس وش سبب التأخير؟ شايب والذلول عرجع، عمري 50 وسيارتي على قد حالي، ممشي متأخر ممشي متأخر والريجيل مقدرين لي، من جاب لك المعلومة دي؟ عطي زاوية الحالي وظبط ولا تقول عود. رئات مدخر رئات غير مدخر.